هل يجوز التحميد في بعد العطس في الصلاة سرا؟ هل يجوز أن أحمد الله بعد أن أعطس في الصلاة سرا؟ يعني يسأل يقول إذا عطس الإنسان في صلاته فهل يحمد الله أو لا يحمد الله؟ الجواب يحمد الله، وهذا ثبت بإقرار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن معاوية بن الحكم رضي الله عنه دخل في الصلاة مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فعطس رجل فقال الحمد لله، فقال له معاوية يرحمك الله، فرماه الناس بأبصارهم، يعني نظروا إليه نظرا منكرا، فقال واثك لأمياه، وهي كلمة تقال عند التوجه، فجعلوا يضربون أبخاذهم يسكتون فسكت. فلما انصرف من صلاته دعاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال له إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس أو من كلام الآدميين، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن أو كما قال. أفهمت؟ فإذا عطس المصلي فإن من السنة أن يحمد الله، ولكن لو وجد ذكر آخر سبب ذكر آخر والإنسان يصلي هل يقول أو لا؟ نقول يقوله فيما جاءت في السنة، مثل لو حدث أن بدأ يهوجس في الصلاة فليقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فليقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طيب، سمع نباح كلب، يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سمع صياح الديك، يقول أسأل الله من فضله. سمع المؤذن يؤذن، هل يجيب أو لا يجيب؟ قال الشيخ الإسلام ابن تيمية يجيب، لأن هذا ذكر وجد سببه في الصلاة، ولكن في النفس من هذا الشيء بالنسبة للأذان، لأن الأذان سوف يستغرق جزءا كبيرا من الصلاة ويشغلك عنه، فالأولى أن لا يجيب المؤذن، لكن من الممكن أنه إذا سلم أجاب المؤذن قضاءً.